بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، نتابع فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية والدولية، ونستعرض مقالات الرأي والتحليل لأشهر الكتاب والمحللين. ونبدأ لقاءنا لهذا اليوم بعناوين الصحافة المحلية، والبداية من صحيفة الجمهورية. القاضي الإرياني نعمل على إنشاء السجل الإلكتروني والانتخابات في موعدها. أمن العاصمة يضبط 5 متهمين بقتل الناشط في الثورة الشبابية منير حيدر. رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في الحديدة للجمهورية 518 صيادا يمنيا محتجزون في إريتريا ويعاقبون بأعمال شاقة. صحيفة المصدر: الرئيس هادي يوجه بوقف إجراءات انتخاب المرشحين لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد. توكل الكرمان: سنشارك في الحوار من خارجه عبر تقديم رؤية مجلس شباب الثورة السلمية في مختلف القضايا. صحيفة أخبار اليوم: ميليشيات الحوثي بصعدة تنفي أسرة بعد أن قتلت وجرحت 4 من أبنائها. رئيسة الاستخبارات في الكونغرس تطالب بنقل معتقل غونتانامو إلى اليمن. تأهب أمني بعد كشف الداخلية، مخططات تستهدف مواقع عسكرية برداع. صحيفة مارب بريس: مصادر: الرئيس هادي وقع مع روسيا صفقة سلاح بأربع مليارات دولار. الخارجية الألمانية لمارب بريس: اليمن لم يتقدم بطلب رسمي لاعتماد طارق ملحقا عسكريا. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية. الصحوانات: في جمعة الاصطفاف للتغيير والبناء بتعز، المقرم يدعو لتغيير الفاسدين في المحافظات ويشدد على إحلال القانون محل مراكز النفوذ. كفاين: سكان سقطرى يأملون إعلان الرئيس الأرخبي المحافظة بعد 40 عاما من الانتظار. خطيب ساحة الحرية بعدن يطالب بمحاكمة الفاسدين ويحذر من عواقب البطء في التغيير. الأهالي نت: ثوار حجي يجدد المطالبة بإقالة القيسي ومحاسبة المتمردين في المحافظة. عدن أونلاين: الدكتور أحمد زبين عطية: الإصلاح يدرك الظلم الذي وقع على الجنوب، ورؤيته بينت ذلك بجلاء. أعضاء في اللجنة التحضيرية لمهرجان الحراك يرفضون منح البيض صفة الرئيس الشرعي في بيان الفعالية. عضو جنوبي مؤتمر الحوار يدعو لفتح تحقيق في أسباب حرب صيف 94 على طريق العدالة الانتقالية وجبر الضرر. مارب بريس: رئيس مجلس الجاليات اليمنية: السفراء والقناصل حجر عثرة أمام عمل الجاليات. في الصحافة العربية نتابع أبرز العناوين المهتمة بالشأن اليمني. الاتحاد الإماراتي: تهديدات بوقف ضخ النفط الخام، وزعيم قبلي كبير ينسحب من الحوار الوطني، ورفع حالة التأهب في اليمن تحسبا لهجوم محتمل. الحياة السعودية: اليمن مشاريع استثمار صناعي بقيمة 15 مليون دولار في عدن خلال الربع الأول من العام 2013. الراية القطرية: اليمن يكشف عن مخططات إرهابية تستهدف مواقع عسكرية وأمنية داخل البلاد. تفاصيل خبر نبدأها من لقاء اليوم من الاشتراك نت. في لقاء اليوم من الاشتراك نت، وخبر التوجه الرئاسي لإلغاء قائمة 30 المرشحة لعضوية هيئة مكافحة الفساد، والتي لاقت انتقادات شديدة جراء الطريقة والأسلوب التي تمت بها عملية الاختيار.
نشرت صحيفة الثوري الصادرة الخميس عن مصادر رسمية موثوقة أن رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ينظر في إيقاف قائمة من 30 مرشحا اختارها مجلس الشورى الأسبوع الفائت وأحالها إلى مجلس النواب لانتخاب 11 مرشحا منهم لقيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأوضحت المصادر أن تدخل رئيس الجمهورية جاء بعد ردود فعل رافضة في المجتمعين المحلي والدولي لآلية اختيار مجلس الشورى للقائمة التي خالفت قانون مكافحة الفساد ومثلت طرفا سياسيا واحدا مهيمنا على المجلس إلى جانب وجود مسؤولين ضمن القائمة متهمين بقضايا فساد. وكانت حملة مدنية لدعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد طلبت في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل والأحزاب السياسية والمنظمة الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد ووسائل الإعلام بإيقاف إجراءات اختيار قائمة مرشح الهيئة بالآلية التي أراد المجلس فرضها في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 17 أبريل 2013. وأكدت الحملة المكونة من منظمات مدنية وناشطين أن اختيار قيادة الهيئة دون معايير وبآلية غير شفافة سيكرر إخفاقات قيادة الهيئة السابقة التي ازداد الفساد في اليمن منذ إنشائها حسب مؤشرات منظمات دولية لسنوات متتالية. في الصحوة النت نطالع تصريحات ممثل جزيرة سقطرى في مؤتمر الحوار الوطني فهد كفاين عن وضع الجزيرة وأبنائها وحالتهم وانتظارهم إعلان أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة. 80% من أبناء أرخبيل سقطرى يعيشون على الطريقة البدوية القديمة بدو رحل والبعض منهم يسكن الكهوف الجبلية مغارات بينما ترتفع وفية النساء والأطفال في هذه المناطق لعوز المعيشة الناتج عنها سوء التغذية وتفشي الأمراض ودون أدنى مقومات للحياة فالمياه النظيفة غير متوفرة وكذلك التعليم والعلاج فضلا عن بقية الاحتياجات. يشار إلى أن أرخبيل سقطرى المكون من 6 جزر في المحيط الهندي بمساحة تزيد عن 10,000 كيلومتر بمسطحاته المائية واليابسة وبسكانه البالغ عددهم 100,000 نسمة وببيئته المميزة المعلنة محمية عالمية للتنوع الحيوي والتي تحوي 10 الأحياء النادرة من طيور لا توجد في العالم إلا في سقطرى ونباتات و300 نوع نادر من النباتات. مقالات الرأي والتحليل نستهلها بمقال أحمد عثمان عن مفهوم الشركة الوطنية وضرورة تطبيقه في واقع الحياة حتى يتمكن كافة أبناء الوطن من تحقيق الأهداف المنشودة والعبور بالوطن إلى بر الأمان الذي كانت الثورة الشبابية الشعبية السلمية البداية لها. الشركة الوطنية هي البديل للاستحواذ على الدولة والوظيفة العامة والثروة من قبل فرد أو أسرة أو حزب أو جماعة كما كان العهد السابق الذي ثرنا عليه. البعض لا يعرف أن النظام السابق وغلاة المؤتمر الشعبي العام قد جرف كل القوى الوطنية وصف كل المعارضين من كل الإدارات بما يشبه التطهير وأبدل بالعموم شخصيات لا صلة لها بالوظيفة وإنما بالولاء والاستعداد للنهب والسيطرة على الصناديق حتى رأينا الأميين والفاسدين يتبوؤون أعلى المناصب. فالشركة الوطنية هي التطبيق العملي لمبدأ المساواة خاصة ونحن في مرحلة توافق وانتقال ولا يمكن أن يؤسس للفترة الجديدة طرف واحد ما بالك إذا كان هذا الطرف من ثار عليه الناس. في عدن بوس نطالع مقال محمد علي محسن الحوار والمشاركة الحائرة الوجلة استغرب فيه من رفض البعض لمؤتمر الحوار الوطني متسائلا عن البديل بالنسبة لهم خاصة وأن مشاركة مختلف القوى الوطنية في هذا المؤتمر باتت حقيقة وأكيدة. مهما بلغت مزايدة ونزق الأصوات المقاطعة لكل العملية السياسية القائمة اليوم وبإشراف ورعاية إقليمية ودولية إلا أنه وبرغم طغيان هذه الأصوات أجد فيه استحالة نفي وتجريد المشاركين في الحوار من انتمائهم للجنوب فسوى كان هؤلاء من قوى الحراك أو من أحزاب المشترك أو المؤتمر فإنهم في المحصلة جنوبيون ومن حقهم التعبير عن قناعاتهم وأفكارهم وتصوراتهم لماهية الحل لمشكلتهم.
الصحفي عارف الصرمي في يومية الثورة كتب عن الفساد العابر للحكومات، أكد فيه على دور الثورة الشبابية الشعبية السلمية في الإطاحة بالنظام السابق، مشيرا إلى حالة مستعصية تحتاج لقوة وشدة للإطاحة بها. تلك هي حالة الفساد التي رعاها ورباها وفرخها النظام السابق، وجعلها جرثومة متغلغلة في كافة مفاصل الدولة وأركانها. استطاع ثورة الشباب في اليمن أن تزلزل عرش النظام السابق وتهد أركانه في الداخل وتقضي على تحالفاته الإقليمية والدولية جملة وتفصيلا، لكن لم تستطع حكومة ودولة ما بعد الثورة أن تقتلع الفساد الذي كان ولا يزال يعشعش في كل مفاصل الحكم والحكومة. أخطر ما في الموضوع أن الفساد كان موجودا بإرادة النظام وتحت رعايته، ولذلك استفحل في جسد البلاد كفيروس تم سمح له بالتخلق في بيئة الدولة، وحين كبر واشتد عوده خرج عن السيطرة. ولأن فيروس الفساد المالي بفريقه الإداري كان كالأرض التي تأكل البنيان القائم على الخشب والورق والكرتون، فقد جاء طوفان الثورة على منزل متهالك قد أكلته الأرض إلا من أهل البيت القادرين على العيش بمنزل آخر. تغيير المحافظين ضرورة حتمية، عنوان مقال لمحمد حسين النظاري نشره عدن أونلاين، استعرض فيه طبيعة وطريقة تعامل بعض المحافظين مع أبناء محافظاتهم وأسلوبهم في إدارتها وإهمالهم للخدمات الضرورية التي من الواجب أن تكون في مقدمة اهتماماتهم وأولوياتهم، داعيا الرئيس هادي إلى اتخاذ خطوة عملية. فخامة الأخ الرئيس الوضع في بعض المحافظات ومنها الحديدة يزداد اختناقا، ولو كانت هناك قيادات لألغت الحواجز وعرفت كيف تقترب من المواطنين لما وصلت الأمور لما هي عليه الآن. فوضع البلد أمانة في أعناقكم فخامة الرئيس، أولئك المحافظون الضعفاء هم أول من سيضعفونكم وينقلون كل اللوم عليكم، فتدارك الأمر سريعا سيسهم في تهيئة الأمور والانتقال نحو البناء والتغيير. همدان العلي في نشوان نيوز كتب: أنت إصلاحي سخر فيه من الهجوم الذي يقوده البعض ضد حزب الإصلاح، متسائلا عن سبب هذا الهجوم كاشفا عن حقيقة ذلك السبب. الإصلاحيون أخطر من خلقهم الله على الكرة الأرضية، وعندما تسأل عن السبب يرد أفطانهم. هؤلاء يبحثون عن سلطة على أساس أن بقية الأحزاب تمارس السياسة وتخوض الانتخابات باحثة عن شيء آخر، وربما السلطة بفتح السين. فقرة تقارير اليوم ننقلها عن صحيفة الثوري الأسبوعية، وتحديدا عن ما أسمته الصحيفة بفساد وزارة الخدمة المدنية بشأن توظيف حديثي التخرج بلا مؤهلات، وأحدهم توظف عام 2013 بتوجيه من علي صالح، إضافة إلى بعض قضايا الفساد التي كشفت عنها وفق وثائق خاصة بها. وزارة الخدمة المدنية وظفت 5 أشخاص ضمن الموازنة الوظيفية للعام 2012 دون إخضاعهم للمفاضلة التي تجريها كل عام لطلب التوظيف من حملة المؤهلات الدراسية والمقيدين لديها، وبهذه الطريقة جرى التوظيف لعام 2012 لكل وحدات السلطة المركزية في دوائر الوزارات والهيئات والمصالح لأكثر من 1200 درجة وظيفية تضمنتها الموازنة الوظيفية للعام 2012 عشر، ناهيك عن الدرجات المخصصة لمؤهل الثانوية والدرجات العمالية بحسب إفادة مختصين في التوظيف والموارد البشرية في الوزارة. ومن عجائب التجاوزات ما كشفته فتوى صادرة عن الخدمة المدنية برقم 1911 وبتاريخ 27/3 للعام 2013 توظيف ماجد بهرم أحمد بهرم الحاصل على مؤهل بكالوريوس تسويق للعام 2011 في ديوان عام الوزارة. حسب الوثيقة فإن وزارة الخدمة استندت في توظيف المذكور على توجيهات من الرئيس السابق علي عبد الله الصالح صدرت عام 2008، في حين تخرج المذكور للعام 2011 كما هو واضح في الفتوى، ولم يستوفي المذكور الشروط الكاملة لشغل الوظيفة إذ لم يخضع للمفاضلة، إضافة إلى كونه حديث التخرج، كما الوزارة بطبيعة عملها لا تحتاج إلى تخصص تسويق.
وإلى الصحافة الجديدة، والبداية من النائب البرلماني محمد مقبل الحميري، وعن الوضع الذي تشهده محافظة تعز كتب على صفحته في الفيسبوك: تعز تنزف ولسان حالها مع من يدعون محبتها، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. بدأ الانحدار بتعز بالاضطرابات الأمنية، تبعه إغلاق الجامعة، ثم تبعه إغلاق مكتب التربية، وغرقت بالقمامة، واليوم بقرار من المجلس المحلي أغلقت المحافظة. والجميع يتغنى بأن تعز الثقافة، تعز المدنية، تعز العلم. وأنا هنا لا أوجه اتهاما أو أريد مكابدة لأحد، ولكن يعصرني الألم أن أرى محافظتي في موت سريري، وأبناؤها حولها يعبثون بأحشائها ويسرحون ويمرحون، ولا يحاولون مساعدتها في تخفيف آلامها، بل أنهم يزيدونها فوق ألمها ألم وفوق جراحها جراح، وكأنها ليست أمهم ولا تمت لهم بصلة. اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. المحامي خالد الأنسي على صفحته في الفيسبوك قال إنه لم يعرف شوقي إلا من خلال من وقفوا معه ومن وقفوا ضده، مؤكدا أن أسر الشهداء والجرحى يقفون ضده، وبلاطجة المخلوع وأنصار المجرم بشار الأسد ودعاة الطائفية والمناطقية يقفون معه. لم أعرف شوقي هاي شخصيا، ولكنني عرفته من خلال من وقفوا معه ومن وقفوا ضده، فقد رأيت أسر الشهداء في تعز ضده، فيما وجدت أغلب المدافعين عنه ممن كانوا مناصرين للمخلوع وجرائمه، وأما مناصرين لبشار الأسد وجرائمه، وأما دعاة للطائفية والمناطقية، وقلة وقفت معه طمعا فيما معه وتملقا لأهله أو نكاية بمن صور نفسه مقاوما لهم. المحامي هائل سلام عبر صفحته على الفيسبوك أشار إلى أن الأنصار إلا أن الانتصار لشهداء الثورة وتحقيق أهدافها المباركة والقضاء على الفساد والتوزيع العادل للثروة هو التكريم الفعلي لكل شباب الثورة. التكريم الحقيقي هو تحقيق أهداف الثورة والنضال المجيد، وفاء للشهداء وسعي نحو تحقيق أحلامهم بوطن جميل تسوده المساواة والعدالة والمحبة والتسامح بين جميع أبنائه دون تمييز على أي أساس. التكريم الحقيقي هو القضاء على الفساد بما يكفل إعادة توزيع عادل للثروة بين جميع المواطنين دون تمييز. التكريم الحقيقي هو صون كرامة الإنسان اليمني وتحقيق استقلال القرار الوطني، وبما يكفل مشاركة فاعلة من قبل جميع المواطنين في صنع القرار السياسي والإسهام الفاعل في صنع مستقبل البلد. من جهدي كل ما يؤكد على استمرار الثورة سأفعله، حتى ولو كان ذلك تذكيرا بشهيد وتكريما جزئيا له من خلالي، وعلى المنتقدين أن يبادروا إلى فعل شيء عملي على صعيد استكمال تحقيق أهداف الثورة، وسأكون معهم دون تلكؤ أو تردد أو تقصير. بإمكانكم مشاهدينا الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة، ومتابعة حلقات البرنامج على الصفحة ذاتها، وعلى موقع القناة على الإنترنت سهيل.نت، وعلى صفحة القناة في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله.